في كتاب فن الكلام للدكتور إيهاب فكري بيقول إن 90% من المعاملات اليومية بتاعتنا مع المقربين، أب ولا أم ولا صاحب أنتيم مقرب، زوجة ولا زوج ولا أولاد، والعلاقات دي بتبقى علاقات طويلة الأجل، فبيسيطر عليها العشم. والعشم هو الظن الدائم إن إحنا لازم نستحمل بعض ونشيل بعض ونعذر بعض ونيجي على نفسنا عشان خاطر بعض. والعشم ده لما بيزيد بيبقى عشم مرضي، بيبدأ ساعتها الإنسان يشيل تفاصيل التصرفات اللي فيها ذوق مع الشخص اللي هو متعشم فيه، فتلاقيه مثلاً ما يهتمش يبصله في عينيه وبيتكلم معاه، ينسى يقول لو سمحت، ما يهتمش يقول أنا آسف لو غلط، ما ينادهوش بالاسم اللي بيحبه، ينسى المناسبات الغالية، يروح متأخر، ما احنا مستنيين مع حبايب بقى لازم يستناني يعني. حتى الواحد يسمع اللي قدامه هو بصصته في عينيه. ساعات الواحد من كتر ما احنا وشنا في وش بعض بينسى الذوق، والحقيقة دي مش الذوقيات، دي أصول المعاملة الحسنة. مش بس كده، احنا عندنا مشكلة تانية في العشم. العشم بيخلينا نخترق خصوصيات بعض، ووسائل التواصل دلوقتي لغت حاجة اسمها خصوصيات. لما تتصل بحد ويشوف رقمك ممكن تتضايق انه يشوف رقمك من غير ما يرد، رغم انه ممكن يكون مش مناسب انه يرد. علامة الصح في الواتساب ازرقت عنده، فانت تفتكر هو ليه شافها وما ردش عليا دلوقتي، انت تأكدت انه شافها لما العلامة زرقت. الرسائل اللي على الماسنجر اللي بتبان لك في الفيسبوك هو شافها ولا لا، رغم انه ممكن الشخص ده يكون سايق او في اجتماع او حتى مش قادر يتكلم دلوقتي، لان تليفونك ده بيخدمك مش انت اللي بتخدمه. وربنا علم الصحابة ان هم يفصلوا ما بين العشم الكبير في سيدنا رسول الله ومراعاة خصوصياته. سيدنا النبي لما تزوج سيدة زينب بنت جحش عزم الناس على وليمة، فقعدوا يأكلوا وكل واحد تمام كده، ثم تهيأ النبي للقيام بعد الوليمة دي فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام بعض الناس وفي ثلاثة فضلوا قاعدين، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ورجع لهم لسه قاعدين، فنظر كده النبي فانطلقوا. فأنزل رب العالمين الآية اللي بتعلمنا إزاي نتعشم بس عشم منضبط. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. شوف ربنا سبحانه وتعالى إزاي خلى موضوع العشم ده مهم، فأنزل فيه قرآن. وربك يحط لك نظام للذوق في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: الاستئذان ثلاثا، فإذا أذن لك وإلا فارجع. خبطت ثلاث مرات الباب ما تفتحش حتى لو شايف العربية ركنة تحت، وإلا فارجع. ومن أجمل العشم المنضبط اللي اتحكى عن سيدنا عمر لما قتل سيدنا عمر وكان في خلاص مفارقة الحياة، بعت ابن سيدنا عبد الله بن عمر للسيدة عائشة حتى تستأذنها أن يدفن بجوار صاحبيه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر الصديق، فقالت: كنت أريده لنفسي، جوزها وأبوها، فلأوثرن اليوم عمر على نفسي. فلما رجع سيدنا عبد الله بن عمر سألوا سيدنا عمر: ها عندك إيه؟ قال: قد أذنت لك. قال: يا بني إذا قبضت بعد ما موت بقى احملني. ثم سلوها: يستأذن عمر بن الخطاب، فإذا أذنت فادفنوني بجوار صاحبي وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. هو سأل مرتين، مرة وهو عايش ومرة بعد ما يموت، خلى ابنه يسأل لحسن تكون السيدة عائشة اتكسفت منه وهو عايش. قمة الذوق والأدب، عنده عشم بس عشم منضبط ما فيهوش اختراق ولا ضغط على الخصوصيات. فإيه رأيك؟ تعال نرجع الذوق ونضبط العشم بالذات مع المقربين. تعالوا نستخدم الكلمات الجميلة: شكرا وأنا آسف ومن فضلك، مع أبوك وأمك وإخواتك ومراتك وعيالك، بحيث إن إحنا نرجع الذوق للمعاملات المقربة اللي كتير ساعات بتختفي منها، وده واجب علينا على فكرة. إيه رأيك نضبط مواعيدنا مع أصحابنا المقربين وما نقولش ده حبيبي هيستناني؟ لأن ضبط المواعيد من الوفاء اللي هو من سنة رسول الله بل من أوامر ربنا سبحانه وتعالى. وارجع دلع مراتك زي ما كنت بتدلعها في بداية الجواز، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للسيدة عائشة: يا عائش. فما تقولش يا عم ده انت رايق انت لسه بتدلع، دي سنة النبي اللي وراها سعادة في الدنيا وأجر في الآخرة. فخلي العشم موجود، لكن الذوق أهم من العشم. فاللهم علمنا وفهمنا ورقنا ولا تجعلنا ظلما لأحد،
ولا عبئا على أحد، وارزقنا الرفق في القول والعمل.